السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من شرح الـ NMR. تمام، ودي تاني محاضرة بنكمل فيها كلامنا على أول حاجة اللي اتكلمنا عليها اللي هي البروتون NMR. المحاضرة الأولانية خدنا فيها مقدمة عن الـ NMR، المحاضرة الثانية اتكلمنا فيها عن أول حاجة اللي في البروتون NMR، بدور على حاجة اسمها الكيميكال شيفت، والمرة اللي فاتت اتعلمنا إزاي نجيب الكيميكال شيفت الدلتا وإيه الإنديكيشن بتاع الكيميكال شيفت، وخدنا جداول تعرفنا أنواع البروتون اللي عندي في المركب. يبقى من الكيميكال شيفت ابتديت اعرف الانواع المختلفه من البروتون اللي عندي في المركب. المره دي هنكمل على نوعين تانيين من الداتا عشان نكمل الداتا اللي احنا نعرف نطلعها من شيت ال ان ام ار. نوعين الداتا اللي فاضلين عندي اللي انا عايز اطلعهم حاجه اسمها الانتجريشن والمالتيبلستي. تمام، يلا بينا نبدا ونشوف القصه دي هتمشي ازاي. قلنا احنا انواع الداتا اللي هنعرف نطلعها من شيت ال ان ام ار هنطلع كيميكال شيفت، وده بيبين لي الانواع. الانتجريشن او اللي هو الاريا بتاعه البيك ذات نفسها، المساحه اللي بتشغلها البيك، ودي بتبين لي العدد. تمام، يبقى انا حددت النوع وحددت العدد، وكمان المالتيبلستي هتحدد لي انا عندي جنب الهيدروجين اللي انا بتكلم عليها او البيك بتاعتي دي جنبها كام هيدروجين تانية. يعني اقدر اعرف كمان النيبرنج افكت، تحت تاثير النيبرنج جروب او اللي هو الهيدروجين اتوم المجاوره ليها اعرف عددهم بالظبط. دي كلها من انواع الداتا اللي انا اقدر احصل عليها من شيت ال ان ام ار. لو فاكرين المرة اللي فاتت، المحاضرة اللي فاتت خدنا شرح للمركب ده وتعرفنا ان هو بيدي ثلاث انواع من البيكس او ثلاثة كيميكال شيفت. قلنا مين؟ ادي دول الاروماتيك في منطقة اللي هي من 6.5 ل 8 اهي، وقلنا كمان الاتش 2 دول الاتنين اتش، ودول كمان بيظهروا في المنطقة دي. وقلنا ليه؟ طبعا الكيميكال شيفت بتاعهم عالي عشان هما ماسكين في الكترونيجاتيف اتوم، واقل حاجة في الكيميكال شيفت اللي هما الميثايل جروب دول التيرمينال، وعشان المركب متماثل فبيظهروا في مكان واحد. تمام، طيب المره اللي فاتت خدنا الانواع، عرفنا مكان الكيميكال شيفت، عرفنا مكان كل واحده. تمام، هنا وهنا وهنا، ولكن لسه في داتا كتيره غايبه عني. طب انا من بالنسبه لي لو انا شايف الاستراكشر فده سهل، يعني لو انا شايف الاستراكشر قدامي سهل ان انا اعمل كوريليشن لكل بيك مع الحاجه بتاعتها. تمام، لكن غالبا بيجي لي الفورمولا، مولكولار فورمولا مش استراكشر فورمولا. تمام، بيجيب لي الصيغه بتاعه المركب، بيجيب لي شيت ال ان ام ار، واحيانا بيجيب لي اي ار، بيجيب لي ماس سبكتر، يجيب لي اي حاجه ويقول لي حاول تفسر الداتا اللي عندك دي. فانا ازاي اعرف احول فورمولا عاديه افسر منها واطلع كل الداتا؟ ففكره الكيميكال شيفت لوحدها ما ادتنيش داتا كتير، ادتني قالت لي انك انت عندك ثلاث انواع من الهيدروجين اتوم، اروماتيك وحاجات اليفاتك، وحاجه اليفاتك ماسكه في الكترونيجاتيف اتوم ومش عارفهم عددهم كام، ولا الانديكيشن بتاعت ليه ما طلعش ده خط واحد وليه دي خط واحد وده كمان خط واحد، ايه المشكله انه طلع خطوط صغيره وليه الخطوط الصغيره بتطلع بالمنظر ده. ده كله لازم نعرفه النهارده. تمام، يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعرفها كده دلوقتي بعد الكيميكال شيفت هنبدا نتعرف على حاجه اسمها الانتجريشن. الانتجريشن تمام، او التكامل. التكامل رياضيا هو طريقه لحساب المساحه. يبقى التكامل هو طريقه لحساب المساحه. فانا لما تبقى عندي بيك انا عايز اجيب المساحه اللي تحت الكيرف دي، يبقى انا لو انا عايز اجيب الاريا اندر ذا بيك انا بقول له عايز اعمل انتجريشن للكيرف اللي عندي. يبقى انا لو عندي بيك عامله كده بعمل لها انتجريشن، الانتجريشن بيجيب لي المساحه اللي تحت البيك دي كلها. تمام، يبقى اذا انا بالنسبه لي طيب المساحه اللي تحت البيك دي بتمثل ايه؟ بيقول لي ان الجهاز بيدي بيكات بمساحات واحجام مختلفه على حسب عدد ذرات الهيدروجين اللي تمثلها البيك دي. يبقى اذا انا كل ما مساحه البيك اللي عندي زادت، تمام ركز معايا، كل ما مساحه البيك اللي عندي زادت كان ده بيأكد انها بتمثل عدد كبير من البروتون. تمام، طيب انت ليه بتلخبطني بتقول لي انتجريشن وبتقول لي مساحه؟ ما تقول لي ارتفاع البيك اسهل. تمام، ما تقول لي ارتفاع اسهل وادق. تمام، يبقى بالنسبه لي انا المفروض النتائج المباشره ان انا اقول لك ايه؟ البيك العاليه بتمثل عدد كبير والبيك الصغيره بتمثل عدد قليل. اقول لك لا، ارتفاع البيك والقصص دي لها موضوع تاني خالص، لكن عدد البروتون بيتحدد بمساحه البيك، الاريا اندر ذا كيرف او اندر البيك دي بتشغل قد ايه مساحه، والمساحه هنا نسبيه لبعض. تمام، يبقى كل ما كانت المساحه اللي تحت البيك كبيره كان عدد البروتون بيمثلها كبير. طيب ليه بقى احنا بنقول مساحه ما بنقولش ارتفاع؟ تعالوا نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. بيقول لي والله طول علامه الانتجريشن، تمام، مش طول البيك،
مش طول البيك، شايف البيك دي طولها قد ايه؟ ودي كمان اهي، ودي صغيره، ولكن انا بقول طول علامه الانتجريشن، علامه التكامل اهي، علامه المشهوره جدا، تمام؟ بيقول لي الجهاز بيعملها لي، يعني الجهاز هو بنفسه وهو بيقيس بيرسم لي علامات الانتجريشن، يا اما يرسمها علامات منفصله، تمام؟ عشان برضو لو شفتها في شيت ما تستغربش، يا اما يرسمها علامات منفصله كده، او انه يرسمها كيرف مكمل برضو عادي كده، مفيش مشكله. شفت ده او شفت ده، انت اللي يهمك مين؟ يهمك الحته دي اهي، الارتفاع العمودي ده، الحته دي ودي، اللي هي في الانتجريشن، علامه الانتجريشن مش طول البيك، تمام؟ ارتفاع البيك ما بيمثلش عدد الهيدروجين، اللي بيمثل عدد الهيدروجين في اللي هو البيك اللي عندي هو ارتفاع علامه الانتجريشن. طيب بيقول لي هنا هم ليهم ارتفاعات مختلفه، ولكن الثلاثه بيكس بيمثلوا نفس العدد من الهيدروجين، طب ليه؟ بيقول لي والله دي بيك صحيح ارتفاعها عالي جدا، ولكن اللي هو بيقولوا عليه الهاف ويدث، تمام؟ سمكها من نص ارتفاعها قليل، رفيعه، فحاجه رفيعه وعلى ارتفاع عالي هتبقى هي نفس المساحه، لو حاجه متوسطه وارتفاع يعني متوسط شويه، او لو حاجه كانت قصيره ولكن الى حد ما سميكه، فكلهم بيشغلوا نفس المساحه، وبالتالي كلهم بيمثلوا نفس عدد الهيدروجين، وعشان كده الانتجريشن شبه بعض. طيب كده كويس، يبقى اتفقنا احنا الانتجريشن بيمثل عدد او رقم نسبي بيمثل لي عدد الهيدروجين اتوم في كل بيك، تمام؟ قلنا بهتم بعلامه الانتجريشن مش بارتفاع البيك ذات نفسها، تمام؟ طيب تعالوا كده نرجع للطولوين اللي خدناه المره اللي فاتت، انا مش عايز اجيب لك حاجات ثانيه عشان ما تتوهش، يبقى نكمل عليه، تمام؟ الطولوين قلنا المره اللي فاتت بيظهر لي اثنين كيميكال شيفت، حاجه للاليفاتيك وكمان واحده للاروماتيك، كويس قوي. بس اللي انا ما عرفتش احسبه من المره اللي فاتت هو كام عدد البروتون اللي هم الاروماتيك وكام عدد البروتون الاليفاتيك. بيقول لي تعالى نبص، شوف علامه الانتجريشن هنا، شوف علامه الانتجريشن هنا، لو قسنا ارتفاع علامه الانتجريشن من فين؟ من عند المنطقه الفلات دي للمنطقه الفلات اللي تحت، ومن هنا لهنا، لو جالك الشيت مطبوع بتعمل ايه؟ بتقيسه بالمسطره عادي خالص اهو، الارتفاع ده بالنسبه للارتفاع ده بيمثل كام؟ 5 الى 3، تمام؟ طيب واحد يقول لي انا ممكن ابسط النسبه دي اخليها 2.5 ل1.5، ماشي انا ما عنديش مشكله، بس لو لقيت مركب فيه 1.5 هيدروجين يعني يبقى قول لي عليه، مفيش مركبات فيها ارقام فراكشن للهيدروجين، ارقام الهيدروجين تبقى كلها ارقام صحيحه، فانا بحاول اوصل النسبه لرقم صحيح، تمام؟ يبقى كده انا بالنسبه لي بقيس ارتفاع علامات الانتجريشن واقارنها ببعض عشان اعرف عدد الهيدروجين نسبه لبعض اللي عندي في المركب. طيب ده كلام كويس جدا، اصبح بالنسبه لي بعرف كيميكال شيفت، بعرف الانواع، ادي عندي نوعين، واحده اليفاتيك وواحده اروماتيك، كمان من ارتفاع علامه الانتجريشن، بص ارتفاع البيك تقريبا واحد اهو، لو خدنا خط كده تقريبا الارتفاع واحد، ولكن بص علامه الانتجريشن اهي، بص علامه الانتجريشن هنا، في فرق واضح جدا في علامه الانتجريشن، وده بياكد لي ان هم بارتفاعات مختلفه لعلامات الانتجريشن مش ارتفاع البيك، وده جاب لي النسبه. بس ايه الفكره؟ لو كان عندي مركب مش اتنين بيك، لو كان عندي مركب معقد شويه، تخيل لو مركب مثلا زي الايسايلاستيت، الايسايلاستيت انا عندي ثلاث انواع من الهيدروجين اتوم، فانا عايز اعرف ازاي احسب عدد الهيدروجين في كل بيك بطريقه سيستماتيك، بطريقه سريعه، تمام؟ فبيقول لي تعالى في طريقتين لحساب الانتجريشن وعدد الهيدروجين في كل بيك، تعالى كده براحه، دي برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا تعرفها في ال NMR، ازاي احسب عدد الهيدروجين في كل انتجريشن، تمام؟ اربع خطوات ما تبعدش عنهم، بتحل شيت عملي، بتحل اي حاجه نظري، تمام؟ لو انت عامل مركب NMR ومحتاس فيه اربع خطوات، السيكونس ده بتمشي عليه واحده واحده، ما تختلفش وما تبدلش خطوه بخطوه ولا تتسرع فيهم، لو مشيت الاربعه، الاربع خطوات دول باذن الله هيوصلوك للحل دايركت. رقم واحد، احسب مجموع ارتفاعات علامات التكامل كلهم، كل الانتجريشن اللي عندك هات لي ارتفاعاتهم، لو انت عندك شيء تقيسه بالمسطره، تمام؟ انا عايز علامه الانتجريشن من هنا لهنا، احسب لي المسافه دي كده، تمام؟ يبقى رقم واحد تجيب لي ارتفاع البيك بالسنتي، ولو في اي ملي زياده او اقل احسبه معاك.
تمام؟ يبقى أول حاجة هتجيب لي مجموع أطوال علامات التكامل. طيب مفيش مركب بتعمل له ان ام ار وانت مش عارف حتى الصيغة بتاعته، تمام؟ فبتلاقي مثلا سي 3 تمام اتش مش عارف كام، مثلا اتش 6 سي ال 2 تمام. انا يهمني قوي عدد ذرات الهيدروجين لان دي اللي هتظهر لي في الشيت، يبقى هات لي عدد ذرات الهيدروجين. تمام، يبقى اهو رقم 1 جبت ارتفاعات علامات التكامل، رقم 2 جبت عدد ذرات الهيدروجين اللي عندي في المركب ودول اللي هيظهروا لي في الشيت. تمام، رقم 3 تعالى بقى نشوف رقم 3 هنعمل ايه، هنبدا بقى في الحساب الجد. بيقول لي الحسبه اللي انت عملتها هتقسم لي مجموع اطوال علامات التكامل ده على عدد الهيدروجين. طب ليه؟ عشان اعرف كل كام سنتي من علامه الانتجريشن بيمثل هيدروجين اتوم واحده. تمام، يبقى انا عايز اعرف في طول اللي علامه الانتجريشن ده كل كام سنتي بيمثل لي واحد هيدروجين. تمام، يبقى كده انا بقسم ارتفاع علامات التكامل اللي انا حسبته في الاول على عدد ذرات الهيدروجين في صيغه المركب، اللي هو اقسم رقم واحد ده على رقم اثنين اهو، مش نص عشان بس ما حدش يتوه مني، انا عاملها بس عشان تبقى ايه مركز معايا وشايف انا جبت ده ازاي. هيطلع لك هنا رقم كبير صغير مالكش دعوه بيه، تمام، ايا مكان الرقم اللي هنا ده هيطلع، هتقسم عدد او ارتفاع علامات التكامل على عدد الهيدروجين. تمام، بعد كده النسبه اللي طلعت دي تمام كام سنتي لكل هيدروجين، عايزك بقى تقسم ارتفاع كل بيك عشان تعرف عدد الهيدروجين في كل بيك. دلوقتي وصلت الريشيو، عايز اعرف عدد الهيدروجين جوه كل بيك عندي، اقسم عدد ذرات الهيدروجين اللي عندك. تمام ماشي، يبقى انا عايز اعرف عدد ذرات الهيدروجين في البيكه الاولانيه، جايب ارتفاع اول بيك على النسبه دي. تمام، تعال امسح لك بقى الكلام ده عشان ما تتوهش مني. تمام، يبقى انا وصلت ان انا قسمت مجموع ارتفاعات علامات التكامل ككل على عدد ذرات الهيدروجين اللي عندي، يبقى انا كده جبت النسبة دي. طيب النسبة دي هتعمل فيها ايه؟ هتقسم عليها عدد ارتفاع، هتطلع لك عدد بقى الهيدروجين، يعني انت عايز تحسب دلوقتي عدد الهيدروجين في كل بيك، فهتاخد النسبة دي تحت في المقام وهتقسم عليها ايه؟ هتقسم عليها ارتفاع كل بيك على النسبة دي. تمام؟ طيب واحد يقول لي انا هقسم ارتفاع البيك ازاي؟ والله لو حاسب البيكات كلها بالسنتي هتحسب ارتفاع البيك بالسنتي، لو حاسب ارتفاع البيك بالملي براحتك هتقسم برضو على ارتفاع البيك بالملي، المهم انك تثبت وحده القياس وبراحتك خالص. تمام، ولكن عليك انك انت لو قست بالملي يبقى كله بالملي، ولو ده بالسنتي يبقى كله بالسنتي. تمام، يبقى انت جبت مجموع ارتفاعات علامات التكامل تمام، وجبت مجموع عدد ذرات الهيدروجين، قسمت ارتفاع علامات التكامل على عدد ذرات الهيدروجين، طلع لك نسبة، النسبة دي هتقسم ارتفاع كل بيك على النسبة دي. تمام، لما هتقسم ارتفاع كل بيك على النسبة دي هيطلع لك عدد ذرات الهيدروجين في كل بيك. أربع خطوات امشي عليهم واحدة واحدة هيدي لك ارتفاع وعدد ذرات الهيدروجين بتاعة كل بيك. تمام، الطريقة دي ما فيهاش أي كلام، الطريقة دي دايركت، وإن كانت بتتم على أربع خطوات بعض الناس بتكسل تعملها. تمام، بعد فترة انت بتبقى بقى ايه بقيت محترف في حل شيتات لان ام ار فبتكسل تعملها. طيب هل في طريقة نعمل الكلام ده كله في خطوة واحدة؟ تعالى اقول لك عليها، يلا بينا نشوف الخطة والطريقة اللي بنمشي بيها في الطريقة التانية. طيب الطريقة التانية ايه الكلام فيها؟ بيقول الطريقة التانية مبنية على مبدأ بسيط انه مفيش بيك تمام اقل من واحد هيدروجين. تمام، يبقى الطريقة دي مبنية على اساس انه مفيش بيك اقل من 1 هيدروجين، فأجي ماسك في الشيت اللي عندي أصغر بيك أصغر واحدة. طيب أصغر بيك ده عامل فيها إيه؟ هفرض إنها بواحد هيدروجين. هو أنا عرفت المركب؟ لا، امسك ارتفاع أول بيك، أنت قيس ارتفاعات البيكات كلها واكتب جنب كل بيك الارتفاع بتاعها بالسنتي بالملي زي ما أنت عايز، وامسك أصغر بيك وافرض إن مثلا الكام ملي دول بيمثلوا 1 هيدروجين، وشوف النسبة ليها، لو واحدة ضعفها في الارتفاع يبقى ضعف العدد في الهيدروجين، واحدة مثلا ضعف ارتفاع الانتجريشن مثلا ثلاث اضعاف يبقى ثلاث اضعاف الهيدروجين، وكده يبقى انا ظبطت الدنيا، يبقى انا بعتبر اصغر بيك عندي في الشيء هي ب 1 هيدروجين وابدا اشوف الارقام. طيب عملت الارقام بتاعتي والدنيا مشيت معايا تمام، ومجموع كمان الاتشات اللي انا عرفت اجيبها بالفهلاوه دي كده بسرعه طلع مظبوط زي الصيغه، حلو قوي. طيب لو ما مشيتش معاك الامور من اول مره بيحصل معاك مشكله من الاثنين، بتظهر معاك يا اما عدد الهيدروجين
مش مظبوط، تمام، تلاقي نفسك ايه جايب نص العدد، تمام، او اقل، او العمليه مش ظابطه معاك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بعض البيكات لما خدت اصغر واحده وواحد هيدروجين لقيت ان انا نسبه وتناسب الارتفاعات لبعض طلع لي كسور، تمام، يعني واحده ارتفاعها مره ونص، فالمفروض تبقى بواحد ونص هيدروجين. ايوه، يبقى هو لو العدد مش مظبوط او الارتفاعات النسبيه لبعضهم طلعت لي كسور. اقف بقى كده وركز معايا. طيب لو العدد مش مظبوط، اضرب عدد الهيدروجين اللي عندك، ادي اول واحده اعتبرتها بون هيدروجين وجبت الباقي كله، صح، اضرب الرقم ده في 2 وشوف المجموعه تظبط. اتظبط، ما تظبطش اضرب في 3، ما تظبطش اضرب في 4، وخليك ماشي وراه لحد ما المجموع يتظبط عندك، تمام. اضرب في رقم صحيح، بس اضرب ايه لكل البيكات، يعني انت لو هتضرب في 2 هتضرب البيكات كلها في 2، طب لو هتضرب في 3 في كله في 3، تمام، عشان تظبط العدد. طيب لو كان انت المشكله عندك في فراكشن، ان هو نسب الارتفاعات بتاعه البيكس طلعت معايا بكام، الطريقه الثانيه بتاعتنا وانا بعيني كده طلعت معايا فيها كسور، اضرب اي رقم يخلي الكسر ده عدد صحيح، تمام. طيب يبقى الناس بتوع الرياضه بيبقوا شاطرين قوي في الحته دي، بعينه كده دايركت بيبقى عارف مثلا هو لو عنده واحد ونص هضربه في 2 هيبقى 3، لو عندي مش عارف ايه هتلاقيه بسرعه قوي بيحلها. انت لقيت عندك مشكله في الطريقه الثانيه ومتلخبط، امشي بالطريقه الاولى، الطريقه الاولى مظبوطه تمام، 4 خطوات هتحلهم، ودي يعني كم، يعني بصوا مفيش اسهل منها، كميه بساطه في طريقه الحل دي مفيش بعد كده، ولكن مشكلتها ان هي بتاخد وقت، بتتم على 4 خطوات، انما دي بتعتمد على ان واحد عينه متدربه كويس وهو شاطر في الحسابات بسرعه قوي بيعرف يتخلص من الكسور ويتخلص من الارقام اللي مش مظبوطه. دي كده الطريقه اللي انت بتعرف تعمل بيها الانتجريشن. الرقم اللي هيطلع لك جنب كل انتجريشن بعد حسبتك ده عدد ذرات الهيدروجين اللي عندك. يبقى اول حاجه عرفت الانواع، عندي كام نوع من الهيدروجين، تمام، يبقى عرفت النوع، وكمان المره دي عايز اعرف العدد. العدد عرفته بايه؟ بالانتجريشن. الانتجريشن مش ارتفاع البيك، تمام. تعالوا كده نشوف المركب اللي عندنا، تمام، ده مين؟ ده اللي هو اللي صاير في زنيت اللي انا بصيت عليه فوق دلوقتي، ثانيه اهو ده المركب بتاعي. بس تعالوا نشوف بقى الحسبه بتاعتنا هتمشي ازاي لو انا طبقت عليه الكلام اللي انا قلته. بيقول لي والله ارتفاعات البيك لبعضها 2 ل 2 ل 3، ارتفاعات البيكات 2 ل 2 ل 3، وطبعا انا بصيت لقيت ان انا عندي 3 انواع من الهيدروجين، خلاص خلصنا من الحته دي مش هنرجع لها تاني، ولكن انا عايز اعرف عدد الهيدروجين دي بنسبه 2 ل 2 ل 3. واحد يقول لي ما يمكن تبقى بالحظ ايه ان هم نفس عدد الهيدروجين، يعني نسبه البيكات لبعضها هو هو نفس عدد الهيدروجين وخلاص. والله شوف اجمع المجموع ده 2 زائد 2 4 و3 7. لا، هو عدد الهيدروجين 14، النسبة مش ظابطة. تعال نحسب بسرعة بقى بطريقتنا الأولانية اللي قلنا عليها ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. بيقول لي طريقة الحل، أول حاجة مجموعة أطوال علامات التكامل، أنا جمعتهم دلوقتي طلعوا بسبعة، تمام. عندي كام هيدروجين أتوم؟ الصيغة فوق، تمام، الفورميلا بتاعتي قالت لي إن أنا عندي 14 هيدروجين، اقسم ده على ده، تمام، أهو 7 على 14، قالت لي إن الارتفاع كل نص سنتي في علامة الانتجريشن بيمثل 1 هيدروجين. حلو قوي. تعالى بقى لكل بيك واقسم ارتفاع كل بيك، أو البيكة كان مكتوب عليها 3، 3 على نص ب6، يبقى ده 6 هيدروجين. الثانية 2 على نص اللي هي النسبة اللي أنا حسبتها ب4، اللي بعدها 2 على نص ب4، يبقى عدد الهيدروجين 4، ماشي، و4 و6 لما اجمعهم على بعض يدوني 14 هيدروجين، ودول هم العدد اللي انا بادئ بيه، مظبوط جدا. وكمان من مكان كل بيك هعرف الدنيا تمشي معايا ازاي. يبقى كده دي خطوات الحل بتاعتي. طيب انا لو عايز احل بعيني، انا راجل عايز احل بعيني بسرعه، تمام، عادي. دي بنسبه كام لكام؟ ادي 2 ل 2 ل 3، كويس، 2 ل 2 ل 3، يبقى انا وانا باصص كده دول كده مجموعهم 7، النسبة دي عايزة تتضرب في 2 عشان تجيب ل 14،
تمام؟ يبقى هضرب كل بيك من دول ارتفاعها في 2 هيديني عدد الهيدروجين اللي فيها، ادي دي في 2 ودي في 2 ودي كمان في 2 هتديني عدد الهيدروجين، يبقى 6 4 4 برضو. دي طريقة سريعة للحساب، ولكن الطريقة طبعا الثانية أضمن. تمام؟ طيب بيقول لي حاجة مهمة جدا، في أي وقت وأي مرة تشوف عندك صيغة، تمام؟ أي مرة تشوف عندك صيغة مركب أهو، يعني مثلا جبنا الاستراكشر دي C12 H14 O4، C12 H14 تمام O4 تمام. لازم بس هظبط لك دي شوية، ادي الاستراكشر اللي عندي. بيقول لي دايما لو شفت اي صيغة عندك احسب لها حاجة اسمها index of unsaturation او الانساتوريشن الاسهل، يعني عايز احسب فيها كام ربطة باي، عايز اشوف فيها عدم تشبع قد ايه، عايز اعرف عندها هيدروجين ديفيشنسي قد ايه. يبقى انت لو شفت واحد يقول لك احسب لي اليو اللي هو الانساتوريشن، او احسب لي الاي او يو index of unsaturation، او يقول لك index of hydrogen deficiency نقص الهيدروجين، ما برضو ده unsaturation. ده كله اي صيغة تشوفها عايز تحسب لها الانساتوريشن او الindex of hydrogen deficiency، اي صيغة عندك بتطبق لها فورمولا. في فورمولا صعبة جدا، لو دخلت تدور عليها هتلاقي في فورمولا صعبة شوية، لكن انا بسطها لك دلوقتي في طريقة اسهل بكتير، في طريقة تانية مكلكعة قوي ابعد عنها. تمام؟ الصيغة دي اسهل بكتير. بيقول لي عشان تحسب الانساتوريشن بتاع اي مركب، امسك عدد الكربون وزود عليه 1 تمام ناقص نص في عدد الهيدروجين ناقص عدد النيتروجين، عدد الهيدروجين ناقص عدد النيتروجين، يبقى ده هيديني الانساتوريشن. تمام؟ هيديني يبقى انا عشان احسب الانساتوريشن لازم اعوض في الفورمولا دي. تمام؟ قلنا المركب بتاعنا من بدري كان كام؟ كان سي 12 اتش 14 تمام او 4 تمام قوي. طيب بيقول لي خد بالك السي هنا بتمثل اي حاجه تترافيلنت، الكربون او السيليكون، عادي هيدخل معانا في الحسابات. الاتش قال لي بتمثل الهيدروجين، او لو الهيدروجين استبدلناها بهالوجين هتبقى معانا برضه، او يعني اي حاجه مونوفيلنت. وبيقول لي الان هي اي حاجه ترايفيلنت، هتكون يا اما النيتروجين تمام وده غالبا، او الفوسفورس وده نادر جدا لو شفته، قليل قوي لو شفته مركب فيه فوسفورس، فغالبا هتبقى هما هيدروجين ونيتروجين وكربون زي ما هما في الاستراكشر. بس هي حته الاتش ممكن تبقى بالهالوجين عادي، تمام، لان انت لو شلت اتش وحطيت بدلها سي ال فعادي في النهايه مش هتاثر على الانساتوريشن بتاع مركبي. تعال نحسب له الانساتوريشن ده كده، انا عايز ازود على عدد الكربونات 1 يبقى كده 12 زائد 1 تمام، 12 زائد 1 كويس ناقص نص الهيدروجين، في اي نيتروجين؟ لا، يبقى كده نص ل 14 يبقى 7 تمام، 13 ناقص 7 احسب معايا كده على طول تبقى بكام؟ ب 6 تمام، 13 ناقص 7 ب 6. ده بيمثل لي ان المركب اللي عندي عنده انساتوريشن في حاجات تعادل 6 باي بوند، او عاوز 12 مول من الهيدروجين ناقصينه تمام، 12 اتش، ده معنى ان هو في انساتوريشن، يعني كان في 6 باي بوند، هنعتبر انه كانه في 6 باي بوند مؤقتا لحد ما افهمك دلوقتي في جدول عامله لك ايه الانديكيشن بتاعت رقم اليو او الانساتوريشن اللي بيطلع لك. بص على المركب اللي عندك، بيقول لي لو اليو حسبتها وطلعت اليو عندي بصفر، بصفر معنى كده ان المركب اللي عندك ساتوريتد، ممكن يكون ساتوريتد الكان او الكول امين الكايل هالايد ايثر، كل الحاجات دي بتكون الانساتوريشن بتاعها بصفر وتكون المركبات دي ساتوريتد. بيقول لي زي البيوتان ايثانول تراي ايسايل امين دايكلوروميثان الداي ايسايل ايثر، كل دول بيكون الانساتوريشن لو حسبته ليهم هتلاقيه بصفر. طيب لو لقيت الانساتوريشن بواحد، بيقول لي ده بياكد لك انك انت عندك واحده بس باي بوند، طيب او ايه، او ان انت عندك رينج ساتوريتد رينج. لو رجعت للصيغة العامة للسايكلو الكان والالكين هتلاقي لهم نفس الصيغة العامة اللي هي CN
H2N، تمام؟ ده يعني ان هم الاثنين ليهم نفس عدد الهيدروجين، ولذلك لو جيت احسب لهم الانساتوريشن هلاقي ان هم الاثنين بيظهروا كان فيهم باي بوند، بس هقدر اميزهم من قيمه الكيميكال شيفت. السايكلو ايكان ما فيهوش دبل بوند، وبالتالي هتلاقي الشيفت بتاعه كله مش هيزيد عن الاثنين، تمام؟ يبقى بيقول لي ممكن تلاقي مثلا سايكلو هيكسان اسيتون ده في دبل بوند، فورمالدهايد برضه في دبل بوند، ايثيلين في سي دبل بوند، سي برضه دبل بوند معايا، ده كله برضه معايا. طيب لو عندي اثنين بيقول لي والله بيكون حاجه فيها اثنين باي بوند الكاين او داين او سبايرو كومباوند. سبايرو كومباوند اللي هي المركبات اللي فيها تقابل من خلال 1 كربون، تمام؟ فيها دي بيقول عليها السبايرو كربون، ماشي؟ ده سبايرو كومباوند كده كده، دي المركبات السبايرو تتقابل ايه؟ اللي هو هيد تو هيد مش من خلال بوند، تمام؟ انا عايزك بس تفرق قوي بين الحته دي. يبقى دي السبايرو كومباوند. بيقول لي والله عندك استيلين، بيوتاداين، سايكلو هيكسين، تمام؟ سايكلو طبعا لو عندي حلقه وفيها دبل بوند واحده برضه هتظهر، واحده من الانساتوريشن عشان الدبل بوند وواحده عشان الحلقه، هتظهر باثنين. طيب لو كان عندي الانساتوريشن بيكون بثلاثه، فبيقول لي والله انت ممكن يكون عندك ثلاثه باي بوند او سايكلو داين، يعني حلقه وكمان داين، او باي سايكلو كومباوند. الباي سايكلو كومباوند مركبين حلقتين لاحمين في بعض سايد باي سايد، تمام؟ يبقى في ما بينهم كومن وول، كويس؟ دي فكره الباي سايكلو كومباوند. طبعا ده زي عندك مركبات زي الفينايل استيلين، تمام؟ وفي السايكلو هيكساداين، وفي الديكالين، الديكالين اللي هو عارف النفتالين بس كله ساتوريت. طيب بيقول لي لو الانساتوريشن، وده اهم حاجه، لو الانساتوريشن طلع معاك اربعه او اكتر 99% انت عندك اروماتيك رينج، عندك بنزين رينج. طيب عندك بنزين رينج، ممكن يكون بنزين، تولوين، زايلين طبعا اللي هو ميثايل بنزين، دايميثايل بنزين، فينول، انيلين اللي هو الامين وبنزين، تمام؟ او ممكن يكون برضو مركب تاني اسمه ايه؟ هنبص عليه دلوقتي اهو، سايكلو بنتا داينون، سايكلو بنتا داينون. بص على المركب وشوف انت بعينك هتعرف ليه الانساتوريشن بتاعه باربعه. سايكلو بنتا يبقى خماسي، داين يبقى فيه اثنين اين، اون عشان فيه كربونايل جروب اهو، دي باي ودي باي ودي باي يبقى بثلاثه، والحلقه اصلا بواحد، يبقى ده الانساتوريشن بتاعه باربعه. حلقه البنزين نفس القصه، فيها 3 باي والحلقه بنفسها بتزود واحد، يبقى باربعه. يبقى اي مركب تلاقي الانساتوريشن بتاعه وانا بحسب الصيغه طلع في حدود الاربعه او فوق، يبقى اعرف ان انت عندك اروماتيك رينج. هتبدا بس تحاول تظبط لان المقار بتاعتك والانتجريشن وكمان الكيميكال شيفت، وتشوف النتائج دي هتوافق معاك ولا ايه، تمام؟ يبقى هنا انا كل اللي انا عايزك تعرفه ان انا بستغل كل مصدر ممكن من الداتا ان انا افسر بيه الشيت اللي عندي. انواع الهيدروجين تديني برضو انديكيشن، الكيميكال شيفت يديني انديكيشن ممكن يبقى ماسك فيها ايه، تمام؟ لو عرفت احسب الانساتوريشن من الاستراكشر حلو قوي، اديتني برضو انديكيشن عندي كام باي بوند. ابدا برضو اعمل افتراضات لانواع الاستراكشرات اللي عندي اللي ممكن تديني نفس الشيت بتاع ال ان ام ار. طيب الحاجه الاخيره اللي احنا عايزين نتكلم عليها دلوقتي، احنا اتكلمنا ان الكيميكال شيفت اختلافاته بتاكد لي ان انا عندي انواع مختلفه من الهيدروجين، حلو قوي. بعد كده قلت لك ان الانتجريشن بيمثل ايه؟ بيمثل عدد الهيدروجين في كل بيك. فاضل حاجه مهمه ولازم كنت تسال عليها من الاول، ليه البيك دي طلع فيها بيكات صغيره مش بيك رئيسيه، تمام؟ مش بيك واحده زي ما انا متوقع. دي بيسموها المالتيبلستي، ان كل بيك تنفصل لبيكات صغيره، ودي ثالث نوع من الداتا هعرف اجيبها من الان ام ار، تمام؟ يبقى مكان البيك ده داتا، ارتفاع البيك او عدد الهيدروجين اللي بيمثلها البيك او المساحه بتاعت البيك دي بتمثل عدد الهيدروجين، وده نوع من الداتا. النوع الثالث من الداتا ودي الحاجه المهمه برضو جدا، دي اللي هتسمح لي ابني الاستراكشر بتاعتي بناء عليها، هي المالتيبلستي. المالتيبلستي هي ايه؟ بيقول لي هي السبليتنج اوف مين بيك انتو سمولر وان، تمام؟ يبقى المين بيك بدل ما تظهر بيكه واحده بتلاقيه تطلع بيكات صغيره كده كده مثلا، وتلاقي بدل ما هي بيكه واحده لا بيحصل لها سبليتنج، انفصال لبيكات اصغر. طيب الانفصال ده بيديني دلاله على ايه؟ الانفصال البيكات لبيكات اصغر بيديني انديكيشن على عدد الهيدروجينات او عدد الهيدروجين اتوم المجاوره ليها. طيب تعال بقى نشوف حاجه، بيقول لي ايه؟ ليه بتنقسم كل بيك
كيوبيكات أصغر؟ في سؤال منطقي، ما إيه سبب الانقسام ده؟ وإزاي باخد منها الداتا دي كلها؟ تمام؟ طيب أصلاً أنا بستفيد إيه من المالتيبلستي؟ وبيقول لي كل واحد يقول لي إيه؟ المالتيبلستي ليها قاعدة عامة إن هي إن زائد واحد. طب إيه؟ إيه معنى إن زائد واحد؟ إن سيبها دلوقتي، إيه الإم؟ بيقول لي عدد الخطوط اللي بتظهر في البيك، عدد الخطوط الصغيرة بتظهر في البيك دي بيسموها إم، دي مثلاً فيها أربع خطوط صغيرة. حلو، بتساوي إن زائد واحد. حلو، طيب ماشي، أربعة ناقص واحد يبقى أنا عرفت الإن بتساوي تلاتة. أيوه، أنت عارف ده معناه إيه؟ آه، ده معناه إن الهيدروجين أو البيك اللي أنت بتتكلم عليها دي عندها تلاتة هيدروجين جنبها. عندها تلاتة نيبورينج هيدروجين. إيه ده؟ هو أنا عرفت أجيب داتا مش عن الهيدروجين اللي بتكلم على جيرانها؟ أيوه، لو بعد البيكات وبعد المالتيبلستي عدد البيكات الصغيرة اللي بتنفصل عندي، ده بيجيب لي وبطبق عليها قاعدة المالتيبلستي. قاعدة المالتيبلستي بتقول لي كام على كام؟ بتقول لي إن الإم بتساوي إن زائد واحد. لما أنت تعمل كده المالتيبلستي اللي عندك وتحسب اللي هو إم ماينس واحد كده، هتجيب لك قيمة مين؟ قيمة الإن. الإن دي عدد النيبورينج اتش أتوم. تمام؟ دي الفكرة بتاعت المالتيبلستي. طيب تعالى بقى نفسر ليه النيبورينج هيدروجين أو الهيدروجين المجاورة ليا اللي هي على الكربون اللي جنبي. ما هو النيبرنج يعني ايه؟ يعني هنا مثلا عندي CH2، تمام؟ عندي CH2 وعندي هنا مثلا CH3، تمام؟ طيب بيقول لي ايه بقى؟ دول هيظهروا بيك واحده، تمام؟ اهم، ولكن في وجود الثلاثه دول جنبهم هتتقسم البيك دي كمان لثلاثه صغيرين، يبقى هيبقى كام بيك؟ واحده وثلاثه يبقى اربعه، فدي تظهر كانها اربع بيكات صغيره. طب لو بصينا على دول، الثلاثه يظهروا بيك بواحده، ودول جنبهم اثنين، يبقى ثلاث خطوط صغيره، يبقى في النهايه دول تطلع بشكل ثلاث خطوط. طب ايه التفسير وايه الكلام ده كله؟ تعالى اوريك الدنيا بتمشي ازاي. اهو شايف انت الثلاث بيكات، او دول اربعه، او دول مثلا بيقول عليهم مالتيبلت، ما تقدرش تعدهم، ميني بيكس، تمام؟ بيكات صغيره كتيره يكونوا عليها مالتيبلت وخلاص، والناس يعني ايه بتبقى متقبله الفكره دي. بيقول لي سبب انفصال البيك الرئيسيه لبيكات صغيره ايه؟ بيقول لي ان الهيدروجينات المجاوره ليه، المجاوره للهيدروجين اللي انت مهتم بيها، بتعمل الانويه بتاعتها كانها بار ماجنت، كانها مغناطيسات صغيره، مغناطيس صغير. وما تنساش ان الان ام ار بقيس ماجنتيزم، بقيس مغناطيسيه، فمعنى ان الهيدروجين اللي جنبي تشتغل كمغناطيس هتاثر عليا. طيب تأثر مع ولا ضد المجال الخارجي؟ بيقول لي بتشتغل الهيدروجينات اللي جنبي كمغناطيسات صغيره نص الوقت بتشتغل عكس المجال الخارجي وتزود الشيلدنج، وبالتالي كده تخلي الدلتا بتاعت البيك اقل، تمام؟ طيب والمره الثانيه تتعاون مع المجال الخارجي وتخليني مور دي شيلدد، فتخلي الدلتا بتاعتي شويه شيفتد لكيميكال شيفت اعلى، وده اللي بيخلي ايه؟ دي البيك الرئيسيه اتقسمت مره شويه اقل وشويه اعلى في الكيميكال شيفت، تمام؟ يبقى ده الشرح ببساطه جدا، تمام؟ يبقى هو الموضوع بسيط. انا عندي البيك الرئيسيه اهي، وعندي هيدروجين واحده بس جنبي، مره هيكون السبيننج بتاعها بموجب نص، تمام؟ راجل ايجابي، ومره هيكون بالسلب عليا. طيب بيقول لي هي كانت بيك واحده، مرة تعاون المجال الخارجي معايا وخلاني اقف في وش المجال اللي جاي لي وعمل لي مور شيلدد، والمرة الثانية بقى هو والمجال الخارجي عليها وخلاها مور دي شيلدد، فخلى البيك الواحدة تتقسم لخطين. طيب حلو. طيب لو كان عندك اثنين هيدروجين، طب لو عندك ثلاثة هيدروجين كل مرة هتعمل القصة دي؟ بيقول لي لا، انا مش كل مرة هقعد اشوف مين اللي اثر ومين اللي ما اثرش ومين اللي عمل سبيتنج ومين اللي ما عملش، الكلام ده كله مش هينفع معايا خلاص، انا عايز احل الشيت بسرعه، فمش هقعد افسر كل حاجه من ايام زي ما بيقولوا الف باء، لا انا عايز اخلص بسرعه. بيقول لي في طريقه بتعرف بيها المالتيبلستي دي بسرعه، بس تعال الاول نعرف حاجتين، هل اشكال البيكات الصغيره دي ليها اسامي؟ بيقول لي ايوه ليها اسامي متعارف عليها، عشان ما اقعدش اقول لك اربع بيكات صغيره، لا ده بيكه كبيره وفيها كام بيك صغيره، لا بيكه كبيره وهي فيها بيكتين صغيرين، لا ده في طريقه بنسمي البيكات بيها. بص اهو، ده تأثير النيبورينج، لو جينا مسكنا مثلا الـ HX
جنبها اتش تانية، فدي هتتقسم بدل بيك واحدة لبيك تين تحت تأثير النيبرينج، ودي برضو هتتقسم تحت تأثير تاني، فهو التأثير متبادل. تمام؟ عايزك تفهم الحتة دي. طيب لو بصينا لدي اهي وجنبها اتنين، اهي البيك الرئيسية واتقسمت واحدة كده وواحدة كده فبقوا تلاتة. طب لو بصينا لدول، دول الاثنين يظهروا بيك واحدة لان هم متماثلين، ولكن جنبهم واحدة هتقسمهم مرة يمين ومرة شمال. دي الفكرة بتاعة السبليتنج. طيب تعالوا نعرف بقى أسامي السبليتنج، أسامي السبليتنج المختلفة. يقول لي بص، السبليتنج وأسامي السبليتنج المختلفة بتتسمى حسب إيه؟ حسب الشكل بتاعهم، حسب عدد البيكات الصغيرة، حسب عدد البيكات الصغيرة، وليها أشكال وليها أبريفيشن، يعني ليها اسم أهو وليها أبريفيشن. طيب حلو قوي، يبقى أنا لازم أعرف الاسم والأبريفيشن، ده هو الاسم جاي من أصلاً منه يعني، فهتبقى العملية سهلة. تمام؟ بيقول لي لو لقيت البيك الرئيسية خط واحد سنجل فبتسميها سنجلت بيك، سنجلت بيك. يبقى لو البيك الرئيسية، البيك بتاعتي خط واحد، فدي هتقول عليها إن هي سنجلت بيك. طيب السنجلت بيك دي تظهر إمتى؟ لو كانت السي اتش سي أو السي اتش أو السي اتش 2 بتاعتك دي مفيش جنبها أي هيدروجين تاني. تمام؟ تبقى سنجلت بيك إمتى؟ لو أنت مثلا مفيش جنبها أي هيدروجين تاني على كربون جنبها، بمعنى دي تظهر سنجلت لو أنت عندك مركب زي الميثان، وهنا في سي ال وهنا في سي ال، تمام؟ وهنا اتش وهنا اتش، يعني فوق اتش وهنا اتش. تمام؟ هما مفيش إلا دول وهما الاثنين متماثلين، فيظهروا كبيكة واحدة في مكان واحد، هيظهروا وان بيك وسنجلت. في أي حاجة جنبهم تانيين؟ لا، فده بيظهروا كسنجلت بيك. طيب إيه تاني؟ يقول لي لو عندك حلقة بنزين، تمام؟ لو عندك حلقة بنزين وما عليهاش أي سبستيتوانت، كويس، ده شيء كويس. بيقول لي لو ما عليهاش ولا أي سبستيتوانت، كل الهيدروجين أتوم اللي عليها متماثلين وهيظهروا كلهم كبيكة واحدة سنجلت، ده شيء تمام جدا، حلو قوي الطريقة دي. طيب أمال إيه النوع التاني؟ النوع التاني لو بقت البيكة مقسومة لخطين قد بعض، تمام؟ دبل، فبيسموها دبلت، تمام؟ خطين قد بعض، يبقى دي بيسموها دبلت، يبقى دي بيقول عليها دبلت بيك. كويس، يبقى أول واحدة السنجلت تاخد الرمز S ودي بتبقى بيك واحدة، البيكة التانية الدبلت وتبقى الخطين قد بعض. طيب النوع اللي بعده بيقول لي لو بقت البيك مقسومة ثلاثة بيك صغيرين. طيب هتسألني سؤال تاني دلوقتي، بس خليني أخلص لك إزاي بنعرف نجيب الكيميكال شيفت. طيب هنا وعرفت أجيب دي، أمال هنا هاخد مين في دول؟ بيقول لي استنى بقى، هنا هقول لك عليها بعد ما أخلص. لو كانت ثلاثة بيك صغيرين بنسميها تريبلت، تلاحظ إن البيكة اللي في النص هي أعلى واحدة ولكن الاثنين التانيين بيكونوا صغيرين. طيب لو كانوا أربعة فبنسموها كوارتت وتاخد الرمز U، تمام؟ ودي برضو الصغيرين في الجناب واللي هم في النص اتنين برضو قد بعض. طيب لو بعد كده خمسة، أدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة، دي بنسموها كوينتت، تمام؟ وكوينتت وبتاخد الاختصار كيو يو اي، اول اختصارات. وبعد كده في السكستت، تمام؟ السداسيه اي 1 2 3 4 5 6، ودي بتاخد اس اكس تي، تمام؟ كاختصار سكستت، تمام؟ بعد كده في السباعيه، وان كان يعني ما عادش حد بيكمل بعد السبتت، تمام؟ بيسموها سبتت السباعيه، وان كان دي ما حدش بيكمل عليها بيسموها وخلاص، لما تزيد عن 6 يريح نفسه مش هقعد اعد بقى، هسميها مالتيبلت. يبقى انت لو جيت لقيت بيك مكتوب جنبها ام، تمام؟ يقول لك ام 2 هيدروجين، تمام؟ والكيميكال شيفت مثلا 3.5، يبقى انا عارف الكيميكال شيفت 3.5 بي بي ام، دي بتمثل 2 هيدروجين، والام ده معناها ان هي شكلها في البيك ظاهره انها مالتيبلت، عدد كبير من البيكات الصغيره. طيب بما ان بقى الدنيا كده ابتدت تتعقد شويه، شكل البيك انا عايز احسب الكيميكال شيفت، كنت زمان بعرف اجيب الكيميكال شيفت على طول من مكان البيك بتاعتي. طيب ازاي دلوقتي هعرف اجيب الكيميكال شيفت؟ بيقول لي ركز معايا، لو كانت البيك سنجلت فالدنيا سهله. طيب
لو هي دبلت او ابتدى يحصل فيها اي انقسامات. بيقول لي ركز، هي اصلا كان اصل البيك فين؟ دي واحده كانت في لور وواحده كانت في هاير فيلد، ده يعني ان هي مكان البيك بتاعتي هو خط مش موجود ولكن كان يقع بين الاثنين بيكس، تمام؟ طيب عشان اجيبه قال لي الجهاز هتلاقيه غالبا معلم لك دي ومعلم لك دي، ولو انت ما عرفتش تجيبهم يعني على مسطره الكيميكال شيفت هتعملهم ايه؟ بايدك، وتاخد ايه؟ تمام؟ ثانيه بس امسح لك دول، هتاخد اللي هو الكيميكال شيفت بتاع دي والكيميكال شيفت بتاع دي مجموعهم على اثنين عشان تجيب الخط اللي في النص ده. ده بيديلك الكيميكال شيفت الفعلي للبيك، يبقى اي بيك دبلت بتديني ايه؟ الرقم اللي في النص اللي بين البيكتين الصغيرين، ده الكيميكال شيفت الرئيسي للجروب او للبيك دي. طيب لو كان عندك تريبلت، بيقول لي والله انت لو ركزت ازاحه دي زي ازاحه دي فانت هتاخد الخط اللي في النص، تمام؟ لو عددهم فردي هتاخد الخط اللي في النص وده بيمثل الكيميكال شيفت، يبقى التريبلت هتاخد الخط اللي في النص على طول. طيب الكوارتت، الكوارتت برضه نفس الفكره، انت لو خدت المسافه دي كلها جمعت ده الكيميكال شيفت بتاع ده وبتاع ده على اثنين، او جمعت الكيميكال شيفت بتاع ده وده كبار على اثنين، هيديك نفس المسافه اللي في النص، انت ممكن تجيبها بخط في النص وتريح نفسك ما بينهم، وده برضه الكيميكال شيفت. طيب هي لو خمسه هتاخد الخط اللي في النص على طول. طيب لو واحد قال لي انا هجمع ده وده واقسمه على اثنين، برضه هي هتديك الخط اللي في النص، فما فيش مشكله. اما لو كان سداسي خد برضه الخط اللي في النص اللي ما بين، يعني حدد خط كده في النص ما بين اثنين بيك، او تاخد مثلا شيفت بتاع ده وده تجمعهم وتقسمهم على اثنين وبرضه هيدي لك الكيميكال شيفت، تمام؟ يبقى ده شكل المالتيبلستي. طيب انا عايز اسال سؤال ثاني، على اي اساس البيكات اللي في النص بتبقى كبيره والبيكات اللي في الجناب بتبقى صغيره؟ ثانيا النسبه دي كام لكام؟ بيقول لي النسبه دي بتتقسم كام لكام؟ بتتقسم حسب قاعده احصائيه بيقولوا عليها الباينوميال ديستريبيوشن، مشهور اللي هو التقسيم او التوزيع ذو الحدين، تمام؟ ده من ضمن الطرق الرياضيه المشهوره قوي انك انت تعرف تجيب معاملات اللي هو انواع معينه من المعادلات الرياضيه، تمام؟ ده يبقى النسب بتاعه البيكس لبعضها دي النسب الصغيره او ارتفاعات البيك لبعضها، يعني دي ارتفاعها كام بالنسبه لدي وبالنسبه لدي، ودول كلهم. ثانيا انت دايما بتلاقي في خط تماثل للبيك، تمام؟ بتلاقي اللي جنب اليمين جد يعني ايه جاي شويه متماثل او متطابق، طبعا في ساعات بيبقى فيه شويه عدم تماثل ولكن دايما بتيجي الجنب اليمين متماثل 100% زي الجنب الشمال. ده بيقول لي بيحكمه حاجه اسمها باسكال ترينجل، مثلث باسكال. باسكال ترينجل بيجيب لي البيك ريشيو، البيك الصغيره، ودي بتكون معتمده على حاجه اسمها باينوميال ديستريبيوشن. طيب باسكال ترينجل ده بيتقسم ازاي؟ بيقول لي انت لو عندك ولا في نيبرنج اتوم الان بتساوي صفر فكانت بتظهر البيك سنجلت، تمام؟ يبقى باسكال ترينجل لما كانت الان زيرو كانت البيكه طالعه واحد. طيب لما كان النيبرنج بواحده كانت واحده البيكه الرئيسيه وواحده عشان واحده جارتها فكان بيظهر اثنين بيك وبنسبه واحد لواحد. كويس جدا. طيب لما بقى جنبها اثنين، طيب يبقى واحده البيكه الرئيسيه وبعد كده في جنبها اثنين فبقوا ثلاثه. ايوه اقف بقى هنا، اقف بقى معايا هنا عند الثلاثه. عند الثلاثه قال لي البيكات بتتقسم ازاي؟ بتتقسم بنسبه واحد لاثنين لواحد. واحد مباشرة هيسألني اشمعنى؟ هو باسكال ترانجل بيطلع كده؟ بيقول لي باسكال ترانجل ليه حسبة مش لازم تحفظه. بيطلع ازاي باسكال ترانجل؟ قال لي لو جمعت ده وده مجموعهم اي خمتين كده تجمعهم يدوا لك الرقم اللي تحت منهم، تمام؟ يعني انت لو جمعت خمتين اللي فوق دول هيدوا لك الرقم اللي تحت منهم. طيب يبقى ده لو كان الان باتنين. طب لو عندها ثلاثة نيبرنج، ثلاثة نيبرنج يبقى بتظهر كام بيك؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، بتظهر كوارتد لو هي عندها ان بثلاثة لأن أنت بتعمل ان زائد واحد بتديك المالتيبلستي. طيب لو الان بثلاثة هتظهر نسبة البيكات لبعض كام لكام لكام؟ هتظهر نسبة البيكس لبعضهم. يبقى أنا لو عندي الان بثلاثة إيه اللي هيحصل؟ الان بثلاثة والبيكة بتاعتي الرئيسية، يبقى أنا عندي البيكة بتاعتي وعندي ثلاثة نيبرنج ليها هيطلعوا أربعة لاين، أربعة لاين بنسبة واحد لثلاثة لثلاثة لواحد،
فخليك متأكد دايما في باسكال ترينجل ان دايما النسبة بتبقى البيكات الصغيرة دايما بواحد. طيب امال البيكات اللي في النص بنجيبها ازاي؟ بنفس الحسبة اللي قلناها من بدري. ما انت لو جمعت 2 زائد 1 هيديك 3، و2 و1 ادي 2 و1 ب3، يبقى بتطلع بنسبة 1 ل3 ل3 ل1، وده خط التماثل بتاع باسكال تريانجل. تمام، مرة هتلاقي رقمين ومرة هتلاقي رقم واحد. تمام، دي فكرة باسكال تريانجل. طيب مثلث باسكال دي الطريقة بتاعته، كمل معاه زي ما انت عايز، هتوصل معاه لعدد لا نهائي من الحسبة اللي انت بتعملها. وكل مرة طبعا باسكال تريانجل كمان ممكن يديك ايه، يديك انديكيشن عدد البيك والريشيو بتاعتها. فانت دي مثلا تريبلت، 3 تريبلت بنسبة 1 ل 2 ل1. طيب لو كوارتت 4 بيكات جنب بعض، 1 ل 3 ل 3 ل1. طيب لو هو مثلا كوينتت، تمام، يبقى 1 ل 4 ل 6 ل 4 ل1، وهكذا. يبقى باسكال ترانجل بيديني انديكيشن على نسب البيك وكمان على عدد البيكات لو انا عارف الان. تمام، وعوض في المالتيبلستي اللي هي ام بتساوي ان زائد 1، وبكده هقدر اجيب كمان عدد النيبرنج اتوم من الان. تمام، انا عندي المالتيبلستي بنقص من المالتيبلستي 1 هتديني عدد النيبرنج هيدروجين. امال عدد الهيدروجين اللي جوه البيك بتاعتي سواء كانت بقى تريبلت، كانت دبلت، مثلا كانت تريبلت عامله كده فرضيا، يعني ايه عدد الهيدروجين فيها بيبينها الانتجريشن، ملوش علاقه خالص بعدد البيكات دي. الحته دي مهمه، عدد كتير من الناس بتلخبط فيها. عدد الهيدروجين في البيكه بتاعتي بيحددوا الانتجريشن، لكن عدد البيكات الصغيره في المين بيك ده بيحدد عدد النيبورينج اتوم. تمام، او عدد النيبورينج هيدروجين اتوم اللي بيأثروا معايا على المركب اللي عندي. تمام، باذن الله هسيب لك في اخر مره في الشرح كده كل اللي انا شرحته وكل الاسئله وكمان باسكال تريانجل بطرق حساباته، وهسيب لك كمان فيديو صغير لينك ليه تدخل تبص عليه برضو تشوف قصه باسكال تريانجل ازاي اتعمل. وهو اصلا باسكال تريانجل ده اتعمل كلعبه بالارقام على العموم، قبل ما يتعمل للتطبيق كان كل واحد بيعمل ايه، كل مره بيجمع الرقمين اللي فوق بعض وشوفهم بيعملوا له ايه تحت حسابات، ويبدا يجمع كده عدد لا نهائي من معاملات رياضيه. كان في الاول اكتشف كده وبعد كده اكتشفوا له اهميه ان هو بيتحكم في حاجات كتير رياضيه. تمام، طيب تعال بقى نشوف المركب بتاعنا. احنا عندنا مركب اهو في اخر الشرح خالص، عايزين نشوف احنا عندنا مركب عاملين له ان ام ار، وادي الاستراكشر بتاعته، وادي كمان الان ام ار بتاعته، وكمان مدي لك الاي ار. يبقى كده ده المركب بتاعي. طيب مديني كمان البيكات بتاعته بنسبه 2 ل2 ل3 ل3. تمام، دي نسب الارتفاعات، وكمان من حظي الكويس ان هي دي الانتجريشن، لان لو جمعتهم هيساوي ال10 بروتون. طيب حلو قوي، بيقول لي كمان دي كوارتت ودي تريبلت ودي سنجلت ودي سنجلت. طيب قلنا كوارتت يعني ايه؟ يعني هي البيكه جنبها 3 هيدروجين، انما التريبلت اهي دي البيك وجنبها 2 هيدروجين. حلو قوي، هنبدا بقى نجمع الداتا. كمان هنا بيقول لي ان في الاي ار كله تحت ال 3000، وكمان طالع لي رقمين عند الكربونيل 1731 و1719. تعالى نشوف بقى احنا هنطلع داتا ايه. اول حاجه من الصيغه بتاعتي هحسب اليو، ما تنساش. تمام، ده سي 6 اتش 10 و3، يبقى كده لان ساتوريشن سي زائد 1 ناقص نص الاتش ماينس الان، اعوض يبقى 6 زائد 1 ناقص نص ال 10 ناقص 0 يبقى 7 ناقص 5، يبقى الان ساتوريشن عندي بكام؟ ب 5. اسف جدا، انا 7، اسف جدا، ادي 6 زائد 1 يبقى 7، 7 ناقص 10 نص ال 10 يبقى ب 5، 5 7 ناقص 5 يبقى الرقم عندي ب 2. اسف جدا على الحسبه الغريبه دي. طيب كده كويس، يبقى احنا حسبنا اليو طلعت عندي ب 2، يبقى انا عندي 2 باي بوند. وكمان من الاي ار اكد لي ان انا عندي 2 كربونايل جروب، هم دول سبب الانساتوريشن. كويس قوي، كده ابتديت اعرف شويه حاجات عن الاستراكشر اللي عندي. طيب كمان بيقول لي انت عندك او 3، يبقى في او ثانيه اكيد هتكون استر او اي حاجه، تعالوا نشوفوها. يبقى كمان في الاي ار باين لي ان عندي 2 امتصاص، وده بياكد لي ان انا عندي 2 كربونايل جروب. كمان اداني في الان ام ار 4 بيكس، وده اكد لي ان انا عندي 4 انواع من الهيدروجين المختلفين. كمان من تطبيق المالتيبلستي عرفت ان انا عندي واحده منهم سي اتش 3، تمام، عشان الانتجريشن بتاعها سي اتش 3،
وظاهرة عندي كأنها تريبلت، أكيد جنبها سي اتش 3 جنبها سي اتش 2. حلو قوي. وكمان عندي واحدة باتنين الانتجريشن بتاعها كويس، ولكن ظاهرة كأنها كورتت، يبقى سي اتش 2 أكيد باقي لها حاجة هنا، وكمان أكيد هي اللي جنبها سي اتش 3. فاللي مبينين لي مالتي بليستي هم دول. طيب حاجة تانية بقى، ظاهر لي سي اتش 2 سنجلت، ادي سي اتش 2 السنجلت تمام، وظاهر لي سي اتش 3 تيرمينال مفيش جنبها اي سي اتشات تانية تمام. ابدأ بقى جمع كل التباديل التوافيق اللي انت ممكن تعملها للمركب بتاعك، بس ما تنساش ان في او تانية هنا هتبقى واحدة منهم استر. لو انت ابتديت تجمع كده على اساس منطقي، اهم حاجة انك انت ما تخليش غير دول بس اللي ماسكين في بعض. كمان حاجة راعي الكيميكال شيفت، الكورتد دي اللي هي سي اتش 2 الكورتد دي اعلى كيميكال شيفت، يبقى دي هي اللي كونكتد مباشره في الاستر. تعالوا بقى نبدا نحل الاستراكشر دي ونشوف القصه بتاعتنا. لما تقعد تجرب في البيت هتلاقي ان الاستراكشر دي، هرسم لك دلوقتي الاستراكشر بتاعتها تمام. لو انت عايز تحل لوحدك ابقى وقف الفيديو وبص حل وجرب لحد ما توصل، ولو كده بص على اجابتك وتاكد منها. هتبقى الاستراكشر بتاعتك سي اتش 3 ودي سنجلت، بعد كده في سي دبل بوند او، بعد كده في ما بينهم سي اتش 2 اكيد دي برضو بتبان سنجلت، بعد كده في سي دبل بوند او تمام، دي بقى الاستر ادي الاو، وبعد كده سي اتش 2 تمام. معلش انا برسم الاستراكشر بشكل غريب كده. بعد كده سي اتش 3 دي هي الاستراكشر بتاعتك، وكمان اتاكد من الفورمولا بعد ما هتحسب وتجمع الهيدروجين والاكسجين والكربون، كمان هتلاقي الاستراكشر بتاعتك هي مظبوطه واليو بتاعتها صحيح باتنين، وكده يبقى ده حل السؤال بتاعك. دلوقتي بقى سايب لك كام سؤال كده فكر فيهم، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات وباذن الله المحاضره الجايه هحله لك. انا عايزك تعرف لي عدد السيجنالز، وكمان تحاول تتوقع لي المالتيبلستي تمام. بس خد بالك ال NH وال OH ما بتأثرش في المالتيبلستي، كأنهم مش موجودين، بيظهروا لوحدهم دايما سنجلت تمام. يبقى دي بس الحاجة اللي أنا عايزك تأكد منها. يبقى عايزك تشوف لي وتتوقع لي مكان أو عدد السيجنالز وكمان المالتيبلستي، ويا ريت لو تعرف تتحدد لي رفلي هيطلع في أنهي منطقة، أو ترتب لي مين اللي هتمتص الأول ومين اللي بعدها، مين اللي عندها كيميكال شيفت عالي ومين الأقل. حاول تشوف الكلام ده كله وتدرب نفسك عليهم، وبإذن الله المحاضرة الجاية هحلهم معاك بإذن الله. أتمنى من الله تكون استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.